زار سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفه النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه رئيس الهيئه العامه للرياضه رئيس اللجنه الاولمبيه البحرينيه نادي التضامن ونادي توبلي وذلك في اطار زيارات الميدانيه لسموه وتاتي زيارات سموه لتعزيزا للتواصل ودعم ومسانده الجهات الرياضيه ولتنفيذ الخطط والبرامج التي تسهم في تطور وارتقاء مستوى الرياضه والرياضيين على الشكل الذي يتوافق مع سياسات الهيئه العامه للرياضه من اجل استمرار الجهود التي تحقق مزيدا من المنجزات في الرياضه البحرينيه وقد التقى سمو الشيخ خالد بن حمد خلال الزيارة برئيس مجلس إدارة نادي التضامن سعادة السيد محمد علي الفردان ورئيس مجلس إدارة نادي توبلي سعادة السيد مكي ناصر أمان وعدد من أعضاء الناديين وقال سموه: نقدر جهود نادي التضامن ونادي توبلي في خدمة القطاع الرياضي متطلعين إلى زيادة الجهود للمساهمة في تطوير وارتقاء المنظومة الرياضية متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح للناديين. وقد اطلع سمو الشيخ خالد بن حمد على عرض موجز من رئيسي الناديين حول خطط وبرامج الناديين للمرحله المقبله، منوها سموه بما تحمله الرؤيه المستقبليه من نهضه تنمويه شامله تسهم في تقدم الرياضه وتدفعها نحو احراز المزيد من النجاحات التي تعزز من موقع مملكه البحرين على خارطه الرياضه القاريه والدوليه. من جانبهما قدم رئيس مجلس إدارة نادي التضامن ورئيس مجلس إدارة نادي توبلي الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد على تفضل سموه بهذه الزيارة مؤكدين أن الزيارة تعكس التقدير الكبير الذي يليه سموه لجميع الجهات الرياضية مضيفين أن ذلك يعكس حرص واهتمام سموه على دعم الجهود بهدف تحقيق نهضة شاملة في القطاع الرياضي لإحراز مزيد من النجاحات معاهدين سموه للمضي قدما نحو مواصله العطاء لتحقيق كل ما من شانه رفعه وازدهار الرياضه البحرينيه اسمي ونيابة عن أخواني أعضاء مجلس الإيداع ونشكر سمو الشيخ خالد بن حمد على زيارته هذه اللي كنا ننتظرها من زمان من وقت كبير على أساس نوصل له نوصل له موضوع النادي بناء النادي الاستثمار في النادي المشاكل اللي تعاني من من منها النادي وإن شاء الله على وجود سموه اليوم معنا بيكون وضع النادي ان شاء الله مستقبلا بيكون الى الافضل ووجود سمو التشريف للنادي تضامن وللاخوان وجميع منتسبي النادي يش يعني يشكرون على هذه الزياره لكن نحن ننتظرها من زمان مثل ما كانت لنا شرف كبير ان ابو فيصل اليوم يكون عندنا في الزياره هذه الميدانيه وشكل ما عودنا شيخ الشباب سمو الشيخ ناصر آه اليوم الشيخ خالد يكمل مشوار سمو الشيخ ناصر ونتمنى احنا كمجلس ادارة ومن لاعبين ومنتسبين الى النادي ان اه تكون الزياره نسمع وعدنا سمو الشيخ خالد ابو فيصل إنه تكون ناجحه على كل المقاييس واحنا فخورين تواجد سمو الشيخ خالد وشرف لنا سمو الشيخ خالد في زيارته لنا